أهلا بكم مشاهدينا في هذه التغطية المستمرة للحرب التي دخلت يومها 29. وفي آخر التطورات وفي الساعة الأخيرة، إصابة جندي إسرائيلي في عملية إطلاق نار قرب بلدة عزون شرق قلقيلية في الضفة الغربية وفرار المنفذ. وأما كتائب القسام وسرايا القدس تقولان إنهما قصفتا آليات إسرائيلية متوغلة جنوب حي تل الهوى في مدينة غزة بقذائف الهاون. ووزير الأمن الإسرائيلي يوآف جالانت يهدد نصر الله ويقول إن بلاده ليست معنية بخوض حرب في الشمال لكنها مستعدة. وفي اجتماع وزراء خارجية دول عربية بحضور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في عمان، العاهل الأردني عبد الله الثاني يشدد على أن الحل العسكري لن ينهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. والخارجية السعودية تعلن أن اجتماع عمان بحث الموقف العربي الداعي لوقف العمليات العسكرية في غزة وإيصال المساعدات فورا. وقطر تؤكد على استمرار جهودها في الوساطة لإطلاق سراح الأسرى. أما الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يعبر عن شعوره بالرعب من الهجوم الذي تم الإبلاغ عنه في غزة على قافلة سيارات الإسعاف خارج مستشفى الشفاء، ويدعو لتوقف قتل المدنيين في غزة وقصفهم وحصارهم وفق قوله. أما على جبهة جنوبية، حزب الله يعلن عن مقتل عنصر من عناصره من بلدة عيت الشعب الجنوبية. والجيش الإسرائيلي يستهدف مخازن أسلحة لحزب الله ويوسع غاراته جنوبي لبنان ردا على محاولات إطلاق نار على مواقعه. أبدأ مع مراسل A24 نيوز فراس حسن المتواجد في رام الله. فراس، قبل قليل أنباء عن عملية إطلاق نار قرب قلقيلية، حدثنا عن التفاصيل. بالفعل أسيل، أصيب جندي إسرائيلي في هجوم بإطلاق نار قرب قرية عزون شرق مدينة قلقيلية، وهناك حالة من الاستنفار الأمني الشديد في المنطقة، حيث بدأت القوات الإسرائيلية عمليات البحث عن المنفذ أو لربما المنفذين في المنطقة الذين تمكنوا من الانسحاب من المكان. وأنوه هنا إلى أن منطقة قلقيلية أسيل شهدت خلال الأسبوع الماضي أيضا عملية طعن أصيب خلالها مستوطنان بجروح خطيرة. وأذكر أيضا أن الخميس الماضي أيضا شهد مقتل جندي إسرائيلي في عملية إطلاق نار قرب قرية بيت ليد، والتي تقع بين مدينة طول الكرم ومدينة قلقيلية. وما زالت أيضا التجديدات الأمنية قائمة في المنطقة للبحث عن المنفذين. في جنوب الضفة الغربية أصيب 8 فلسطينيين بالرصاص خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوة إسرائيلية بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل. أيضا اندلعت مواجهات في قرية فقوعة في جنين بالتحديد، وشنت القوات الإسرائيلية حملة تفتيش دون أن يبلغ أيضا عن إصابات أو اعتقالات في المنطقة. أما كتيبة جبهة التابعة لسرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، كشفت عبر بيان أن مسلحيها وعناصرها من كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح خاضوا اشتباكات مع قوات إسرائيلية وفجروا عدد من العبوات الناسفة. وفي هذا السياق أيضا دعينا نشير إلى بيان أصدرته أيضا كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس، قالت فيه أن مقاتليها نصبوا كمينا لقوة إسرائيلية يوم أمس الجمعة على أطراف المخيم في جنين وفجروا فيها سلسلة عبوات ناسفة، وأيضا هاجموا الجنود من مسافة صفر، ولم يصدر أي تعليق إسرائيلي على هذه البيانات التي صدرت اليوم. أيضا اليوم شهد في مناطق مختلفة في الضفة هجمات للمستوطنين ضد الفلسطينيين الذين يقطفون الزيتون. حسب مصادر فلسطينية تم إطلاق نار من قبل مستوطنين على الفلسطينيين أيضا في قرية برقة شمال غرب نابلس. وكما أيضا كل يوم أسيل منذ 7 تشرين الثاني المنصرم، شنت القوات الإسرائيلية اليوم حملة اعتقالات
واسعة طالت 41 فلسطينيا من أنحاء متفرقة في الضفة. أما على الصعيد السياسي فقد عقد في العاصمة الأردنية اليوم عمان بمشاركة وزراء اجتماعا مشتركا مع أيضا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في إطار الجهود الرامية للتوصل لهدنة إنسانية في غزة وتسهيل أيضا وصول المساعدات إلى قطاع غزة. اللقاء مع بلينكين أسيل في عمان يأتي بعد يوم مزدحم في تل أبيب التي زارها أمس الجمعة للمرة الثالثة على التوالي منذ بدء الحرب في قطاع غزة. وحسب ما تم نشره فإن رئيس الوفد الفلسطيني وهو أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير نتحدث عن حسين الشيخ قدم خلال الاجتماع شرحا تفصيليا للموقف الفلسطيني وطالب بالوقف الفوري للحرب وتجنيب المدنيين كما سماها ويلات الحرب. أيضا الوفد الفلسطيني برئاسة حسين الشيخ أكد على ضرورة فتح ممرات إنسانية دائمة لإدخال المواد الغذائية والطبية إلى قطاع غزة. طيب فراس، يعني كل هذه التطورات في الضفة الغربية وكل العمليات التي نتحدث عنها منذ 7 أكتوبر، أنت أيضا قلت أنها تأتي في إطار العمليات الفردية، كيف يمكن للأجهزة الأمنية الإسرائيلية وأيضا لربما أجهزة السلطة الفلسطينية أن تتعامل مع مثل هذه العمليات التي يعني يتم تنفيذها بشكل فردي من قبل أشخاص؟ فيصعب التنبؤ سواء من الجانب الإسرائيلي أو حتى من الجانب الفلسطيني لحيثية أو كيف ستقوم أو متى سيتم تنفيذ عملية ضد أهداف لربما إسرائيلية أو أهداف فلسطينية. وهذا بالفعل ما يساعد على نجاح هذه العمليات لربما وتنفيذها وفرار المنفذين، ومن ثم يتم البحث عن المنفذين سواء في المناطق في المخيمات في الضفة الغربية أو في المدن الأخرى. فهنا تكمن أن الصعوبة لدى الجانبين من أنها تكون عملية فردية وهي تكون أصعب إذا كانت شكراً. من مجموعات مسلحة منظمة أو من حركات منظمة أسير. شكرا لك فراس على كل هذه المعلومات والإحاطة، حدثني من رام الله. والآن مشاهدين أنباء ترد عن صافرات إنذار وربما إطلاق قذائف تجاه إلى جنوب إسرائيل. حول هذه التطورات تحول لعمر ربيع المتواجد في الجنوب. عمر، حدثنا عن هذه الأنباء خاصة في إيلات الآن. عم أسيل، إذن صافرات الإنذار تدوي في منطقة وادي عربة قرب إيلات أقصى جنوب إسرائيل، وهذه ليست المرة الأولى التي تدوي هناك صافرات الإنذار لتحذر السكان من انطلاق يعني أجسام مجهولة أو لربما قذائف وصواريخ ومسيرات. نريد أن نشير إلى أن جماعة أنصار الله الحوثي في اليمن كانت قد تبنت العديد من هذه الإطلاقات نحو إيلات نحو جنوب إسرائيل، وكان آخر دوي لصافرات الإنذار صباح اليوم، ولكن تبين لاحقا أن صافرات الإنذار صباحا كانت جراء خطأ تقني، ولكن في هذه المرة على ما يبدو فإن الصافرات ناجمة بالفعل عن إطلاق قذائف على ما يبدو من اليمن نحو إيلات. لا يوجد هناك أي تفاصيل حتى الآن، ولكن بطبيعة الحسن وفيكم بكل ما هو جديد يعني حينما يستجد هذا الأمر. ولكن أنا أتواجد الآن على الحدود الإسرائيلية مع قطاع غزة، وبإمكانكم أن تروا من خلفي يعني أحمدة الدخان وهي تنطلق من يعني شمال القطاع جراء هجمات مدفعية تنفذها الدبابات الإسرائيلية وأيضا المدافع الإسرائيلية على أهداف داخل قطاع غزة. هذا يأتي طبعا بعدما تم إطلاق العديد من الرشقات الصاروخية والقذائف من قطاع غزة نحو منطقة البلدات الإسرائيلية المحاذية للسياج الحدودي بين الجانبين. وجراء إطلاق القذائف بطبيعة الحال أسير فإنه لم يكن هناك أي إصابات تذكر، لأن السلطات الإسرائيلية أخلت السكان الإسرائيليين من هذه البلدات. وعلى ما يبدو فإن هذا يعني القذائف التي أطلقت من قطاع غزة أسفرت فقط عن يعني خسائر مادية في الممتلكات، عوضا عن أن بعض
القذائف تم اعتراضها في الجو من قبل منظومة الدفاع الجوي القوات الحديدية. الآن نحن نسمع أيضا أصوات اشتباكات وأزيز الطائرات الذي يصم الأذان لم يفارق الأجواء أسير. نعم عمر شكرا لك حتى اللحظة على كل هذه التحديثات. حدثني من جنوب إسرائيل وأتحول إلى إسراء الزير مراسلة آي 24 نيوز المتواجدة قرب الحدود الشمالية. إسراء المزيد من التصريحات المتبادلة بين حزب الله وإسرائيل وتحديدا يوآف جالانت وزير الأمن ونائب نصر الله لتحيطين في كل ما هو جديد من الناحية الميدانية لديك. إذن بعد يوم من خطاب الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله نتحدث عن غارات عنيفة استهدفت طول الخط الحدودي الفاصل بين لبنان وإسرائيل، طاولت القطاعات الثلاث في الجنوب اللبناني. نتحدث عن القطاع الغربي والقطاع الأوسط، كل من بلدتي رميش وعيت الشعب. نتحدث أيضا عن القطاع الأوسط. إذن هذه الغارات رد عليها الجنوب اللبناني باستهداف عدد من المواقع المتمركزة فيها الجيش الإسرائيلي المتاخمة للحدود من على لبنان. نتحدث أنها تم استهدافها بالصواريخ، كل من منطقة جل العلام وأيضا المطلي والمالكية وبعض المواقع المحاذية للحدود مع لبنان تم استهدافها من قبل حزب الله بصواريخ متنوعة. أكد الحزب أنه أوقع العديد من الإصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي، ثم أكد أنه قام بتدمير بعض الأجهزة التقنية والفنية. إذا تأتي كافة هذه المستجدات أسيل بعد يوم لقد شاهدناه سويا أنا وأنت، نتحدث عن الهدوء الحذر والنسبي الذي شهدناه يوم أمس بعد خطاب الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، والذي خرج أمام الملأ وأعلن خطا أحمرا جديدا مفاده أن الحزب لن يترك لا حماس ولا غزة تهزم في هذه المعركة. إذن تصريحات السابقة للأمين العام يوم أمس دفعت رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق باراك للخروج والتحذير بأن الحزب يقوم بتحضير مفاجأة ربما في الجبهة الشمالية، إلا أننا أيضا نشهد اجتماع كل من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ببعض المسؤولين العرب. كافة التصريحات الأخيرة كانت لنجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال، الذي خرج وقال أن ما تريده لبنان هو تجنب ما يسمونه العدوان على غزة وأيضا المس بسيادة أراضيه الجنوب اللبناني، وأن لبنان ملتزمة بالشرعية الدولية وأيضا بالقرار الدولي 1701 ألا وهو فك النزاع بين كل من طرفي النزاع لبنان وإسرائيل الذي خرج عام 2006. هذه هي كافة المستجدات إذا ما قورنت بالتأهب الإسرائيلي العسكري الذي شهدناه يوم أمس عشية الخطاب الذي انتظرناه لوقت طويل للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، إلا أن الهدوء النسبي هو سيد الموقف حتى هذه اللحظات. إذا ما قورن أيضا باليومين السابقين، إذا ما تحدثنا عن صافرات الإنذار التي دوت في كافة مناطق الجليل، نتحدث آنذاك أنها دوت في الجليل الأدنى والجليل الغربي وأيضا صفد وكريات شمون الذي نشب فيها الحريق والذي نتج عنها أيضا إصابة 2 من مواطنيها. هذه كافة المستجدات في المعركة في الجبهة الشمالية، وهنالك تساؤلات تطرح عن سبب هذا الهدوء الحذر الذي تشهده المنطقة على غرار الأيام الماضية، خاصة أنها أتت بعد الخطاب الذي انتظره العالم بجله للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، والذي أيضا آنذاك حدد الأسباب قيام معركة طوفان الأقصى. أعتذر وأن الحزب لم يكن يعرف ولا يملك أي معلومة عن بدء هذه المعركة في 7 من أكتوبر الماضي. إليك أسير. شكرا لك إسراء على كل هذه المعلومات. حدثني من المنطقة الشمالية قرب لبنان. أنتقل إلى سعيد محاجني مراسل آي 24 نيوز ليحدثنا عن هذه الأنباء حول القذائف الصاروخية التي تطلق باتجاه إيلات ومنطقة أقصى الجنوب في إسرائيل. سعيد إليك. نعم أسيل، يعني دار الحديث بشكل أولي عن معركة جوية جنوبي مدينة إيلات أو داخل البحر الأحمر، ظنا أن هنالك صواريخ انطلقت على ما يبدو من اليمن أو من العراق باتجاه مدينة إيلات، ولكن الآن كتاب القسام أكدت في بيان جديد ورسمي أن كتاب القسام قصفت مدينة إيلات بصاروخ عياش 250 ردا على المجازر بحق المدنيين بحسب هذا البيان. كان الظن مبدئيا أن الصواريخ انطلقت من اليمن، ولكن الآن الحديث يدور عن إطلاق
صاروخ عياش 250 من قطاع غزة. أسيل، قبل صافرة الانذار بدقيقتين أو ثلاثة انطلق عدد من الصواريخ من قطاع غزة، ولكن لم تدوي صافرات الانذار. عبر البث المباشر انتظرنا أين ستدوي هذه الصافرات أو أي جهة اتجهت هذه الصواريخ، ولكن بعد على ما يبدو 3 دقائق أو 4 دقائق دوت صافرات الانذار في مدينة إيلات ومنطقة أيالوس. إذن هل هناك تأكيد سعيد؟ إذن هل هناك تأكيد أن هذه القذائف تأتي من قطاع غزة وليس من اليمن؟ نعم، كتائب القسام أكدت أنها أطلقت صاروخ عياش 250، وهو صاروخ يصل مداه إلى 250 كيلو متر. قالت فيه أنها وجهت الضربة الصاروخية باتجاه مدينة إيلات. الآن مصادر عبرية تؤكد أن الصواريخ التي انطلقت وتصدت لهذا الصاروخ ليست من نوع ليس من القبة الحديدية، وإنما صاروخ باتريوت. على ما يبدو أنهم ظنوا أنه هو صاروخ باليستي انطلق من اليمن باتجاه مدينة إيلات، ولكن ما أطلق هو صاروخ باتريوت باتجاه صاروخ عياش 250. أيضا الرادارات الإيطالية رصدت أن هذا الصاروخ كبير جدا ويصل إلى 4 أو 5 أمتار. لهذا ظنوا أنه صاروخ باليستي. ونتابع أيضا إذا كان هنالك هجوم متزامن من اليمن وإطلاق عياش 250، لأنه كما قلت لك حدثت معركة جوية قبل قليل أيضا قبل صافرات الإنذار في منطقة البحر الأحمر. شكرا لك سعيد على كل هذه الإضافات والتوضيحات. أعود أو أرحب بضيفي هنا بالأستوديو الدكتور جاك ناريا، ضابط احتياط في الاستخبارات العسكرية ومستشار سابق لرئيس الوزراء. مرحبا بك معنا دكتور جاك. يعني دكتور جاك، تهديدات متبادلة من قبل نائب الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وأيضا يؤاف جالانت. نعيم القاسم يقول أوقفوا الحرب كي لا تتوسع، هذه هي كلمات هو. جالانت يهدد أيضا ويقول أننا لا نريد حرب على جبهة شمالية ولكننا مستعدون. كيف تقرأ هذه التهديدات خاصة بعد يوم من خطاب نصر الله؟ أنا أفكر أنه لا حزب الله ولا إسرائيل معنيين بحرب، ما بدهم حرب، بس يعني عم ينجروا اثنيناتهم على الحرب. عم ينجروا من حماس، عم ينجروا عن اللي عم بيصير بالجبهة الشمالية. الجبهة الشمالية اللي صارت تقريبا جبهة رئيسية، لأنه اللي عم بيصير من يوم ليوم في تكثيف 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 شل ضربات حزب الله واستعمال صواريخ ما كانت بالماضي، مثلا مثل صاروخ بركان اللي بيوصل 10 كيلو و10 كيلو تقلب، يعني تقلب التي ان تي الموجود داخله تقريبا 100 كيلو من 100 كيلو ل 400 كيلو وهي عم يضرب المواقع الاسرائيليه. وانا شايف انه التكتيك استراتيجيه حزب الله اليوم على الحدود الاسرائيليه هي انه عم ضرب المواقع الاسرائيليه العسكريه، حتى مثل ما كان وقتها بالحزام الامني بلبنان، واجتياح واحد من المواقع وحط علم حزب الله داخل الموقع. هذا راح يكون يعني إنجاز فظيع لحزب الله إذا رح ينجح بهالقضية. إذا عمل هالقضية وأخذ جندي أو كم جنود إسرائيليين أسرة، هيدا يعني إعلان حرب شاملة بين إسرائيل وبين لهالسبب. لما حكينا مبارح عن الخطاب وجربنا نفسر شو قال حزب الله، أنا قلت مبارح إنه ما انتهينا لأن هلاني الطريق مفتوح لا صدام بيننا وبين حزب الله، والطريق يعني مش طويل. يعني اي غلطه من الجانبين، غلطه اسرائيليه ضربت بدل ما تكون 5 كيلومتر داخل الاراضي اللبنانيه، اكثر من هيك وذات الشيء من ناحيه حزب الله، نحن رح تشتعل عن جديد. هيدي اول شيء، يعني شايفين انه هذا هو استراتيجيه حزب الله. يعني واحد كمان لازم ما ينسى اللي صار امبارح مثلا بنابلس، فلسطين قاعدين عم يطلعوا على الشاشه وشايفين خطابه لنصر الله زدتوا عليه صرامه.
زدتوا علي صرامي، قال له يعني انت تركنا لوحنا. هيدا كان معنات الخطاب امبارح. وهلا لا عم عجلوا حزب الله، قالوا لا 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 نحن بعدنا مخلصين اللي قلناها بالماضي، واذا رح اسرائيل رح تكمل اجتياح البري لا يعني كل الخيارات مفتوحه. شو يعني كل الخيارات مفتوحه؟ في خيار سلام؟ لا، في بس خيار حرب. هيدي اول شيء. ولكن هل يمكن ان تكون هذه يعني في اطار التصريحات فقط لتهدئه الراي العام بحسب رايك دكتور؟ شوفي، في قضية إنه وفاء للقضية الفلسطينية وللمقاومة اللبنانية، يعني هو يعني وعد يعني ده كلمة شرف. يعني كلمة شرف هو يعني إذا مش رح يعمل اللي قاله الناس مش حتى تطلع عليه كقائد. بيقول عنه هو ده يعني عم بيجلط، مثل ما بيقول بالصراحة عم بيجلط، جلط على كل الناس. هذه أول شيء. ثاني شيء قضية إيلات. إيلات حسب الميادين بيسموها أم رشرش. أم رشرش قايلين أم رشرش مين ضربها؟ ضربها للميليشيات العراقية. هلا أنت تطلع على الخارطة وبتشوفي مزبوط الطريق من العراق لإيلات أقصر بالنص من الطريق من اليمن لإيلات. يعني في عنا ثلاث مصادر لضرب إيلات. مصدر عياش 250 من غزة. الميليشيات العراقية موجودة بحد التنف بالحدود العراقية السورية الأردنية موجودين هناك، ومن جانب الحوثيين. هذا هو الواقع. يعني اللي بيساعد اسرائيل بهالموقع انه الصواريخ اللي بتوصل لاسرائيل هي صواريخ طويله المدى وكمان كبيره كثير. لهالسبب يعني في اعتراضها اسهل من اعتراض صواريخ صغيره، صواريخ يعني او قذائف هاون من هالنوع. لهالسبب يعني شفنا الباتريوت بيعترض للعياش 250، شفنا انه القبه الحديديه. ما ننسى انه اذا ضربوا من غزه لايلات، بين ايلات والعقبه ما في اقل من كم امتار. صحيح. يعني حسب الصواريخ الصاروخ في يوقع داخل العقبه، وايضا ايلات وطابه كما حدث. مزبوط، ما حدث بطابه يعني العقبه. دكتور جاكي، سؤال شخصي لا علاقة مباشرة له بالحرب. يعني اليوم تصادف الذكرى 28 لمقتل رابين. هل تعتقد أن خاصة في مثل هذا اليوم أن هناك يعني تنقص في إسرائيل القيادة الفعلية؟ كرأي شخصي كمستشار ليسحاق رابين، كملت معه طريق طويل. أنا أفكر إنه الوضع اللي صاير اليوم بالبلاد والقضية الفلسطينية، أنا أفكر إنه يعني صارت كارثة من الجهتين. يعني أنا كنت آمل إنه نتوصل لحل يعني للفلسطينية، يعطيهم مثل ما قال رابين أقل من دولة وأكثر من حكم ذاتي. يعني كنا توصلنا لحل. أنا حسب رأيي لو كان رابين اليوم عايش ما كان في حماس بغزة، يعني ما كان موجود، لانه التطور بيننا وبين بين السلطه الفلسطينيه كان هيك انه نحن فهمانين عم نتوصل على عم نتقرب لطريق، ويعني وفي كان في امل. اليوم ما في امل من الجهتين. يعني حتى يعني ما في امل، وما في كمان يعني واحد الامور اكثر سوءا، حتى ما في صدق. يعني واحد طلع على الجانب الثاني بيشوف بس كعدو، مش شايفينه كواحد فيك تشتغل معه. نعم، للأسف. أنتقل إلى ضياء حسن المختص في الشؤون الفلسطينية من قطاع غزة. ضياء، لتحدثنا بداية عن الوضع الميداني لديك في اليوم 29 من الحرب. نعم، لازالت الغارات الإسرائيلية متواصلة ولم تتوقف، والحرب البرية مستمرة أيضا. ربما الغارات الإسرائيلية كان آخرها أو أهمها يعني اليوم استهداف مدرسة أبو حسين التابعة للأنوروا في منطقة الفلوجة، واستشهد 15 نازحا الى تلك المدرسه. لذلك يعني كاتب الاحتلال خلال الساعات الماضيه اكثر من 10 مجازر، منها 3 مجازر في مدارس تابعه للأنروا والحكومه. ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزه الى 9488 شهيدا، منهم 3900 طفلا و2500 سيده. 70% من ضحايا العدوان الإسرائيلي هم من الأطفال والنساء والمسنين.
هذا حسب الإحصائيات الرسمية. لكن بشأن الحرب البرية ربما تراجعت قليلا القوات الإسرائيلية في منطقة شمال غرب مدينة غزة، يبدو في إطار التكتيك، لكن القصف المدفعي في المنطقة لا زال مستمرا، الاشتباكات عنيفة جدا ربما يعني، لكن في منطقة مدينة أو في منطقة حي زيتون وتل الهوى في المنطقة الجنوبية من مدينة غزة أيضا اشتدت الاشتباكات، وحاول الجيش الإسرائيلي الوصول إلى شارع 8 بهدف الوصول ربما إلى منطقة مستشفى القدس، لكن لوحظ أو لاحظت أنا شخصيا استخدام كتاب القسم أو إعلانها لأول مرة صاروخ من طراز بونكروس، وهو صاروخ روسي موجه مضاد للدبابات، وقالت أنها استخدمته ضد آلية إسرائيلية متوغلة غرب حيث للهوى. وهذا الصاروخ الروسي يعني معروف يصل إلى يعني ممكن إطلاقه من نحو عدة يعني أمتار إلى باتجاه نحو 4 كيلومتر، وهم مدمر يعني، والرأس الحربي المتفجر لهم مدمر جدا. أيضا لاحظت استخدام قذائف تي بي جي لأول مرة، وهذا يشير إلى يعني أن الحركة أو الكتابة القسام انتقلت من الصواريخ أحلية الصنوع إلى الصواريخ نوعا ما الدولية، رغم أنها قديمة و صنعت في اللي هو العهد السوفيتي إذن ضياء، بناء على ما تقول، هل تكثف حركة حماس وتنتقل ربما من حيث نوعية الهجوم إلى المرحلة التالية من الحرب؟ نعم هذا صحيح، حركة كتاب القسام بدأت بتنفيذ عمليات مباغتة ليس فقط من الخروج من خلف القوات الإسرائيلية عبر الأنفار، ولكن أيضا من المنطقة يعني تباغت القوات الإسرائيلية من مناطق مجاورة لوجودها، أي من الجوانب اليمنى واليسرى للقوات الإسرائيلية وليس فقط من خلف القوات الإسرائيلية. لاحظنا في بعض الفيديوهات ومنها قبل قليل أصدرت كتاب القسام مقطع فيديو عناصرها وهم يطلقون عدة قذائف 4G في حرب وقذائف تي بي جي في حرب يعني شوارع في داخل بيت حنون بين المنازل بين الأهداف، وكانوا يدخلون من الأنفاق باتجاه بعض المنازل ويطلقون قذائف 4G باتجاه قوات الإسرائيلية المتواجدة داخل المنازل. نلاحظ أيضا أن كتاب القسام قبل قليل كما ذكر زميلكم سعيد محمد بجملة لو سمحت، صاروخ عياش 250 وأطلقت اليوم صواريخ على تل أبيب وأطلقت على الجود، وهذا يدلل أن القدرة القتالية لحركة حماس. شكرا ضياء حسن المختص بشؤون الفلسطينية من قطاع غزة، وشكرا لدكتور جاك نريا ضابط احتياط في الاستخبارات العسكرية ومستشار سابق لرئيس الوزراء، شكرا على كل هذه المعلومات، ولشبكة مراسلين في الميدان، ولكم مشاهدينا شكرا وإلى اللقاء.